تتواصل التحديات وتعلى الانطلاقات ونسير مشاهدينا متابعينا الكرام من خلال هذه اللحظات في متابعة أشواط التي ستبدأ في هذه اللحظة بانطلاقات رياضتنا العربية الأصيلة. تتواصل تحدياتنا وتعلن انطلاقات هذا الشوط، الشوط الثالث الذي تبدأ به أيضا الجعدان في هذا المسار والتي تحمل بداية واندفاع قوي هنا يشهده هذا الشوط الخاص بالجعدان المحليات الأصايل من خلال مسافة هذه اللحظات الخمسة كيلومترات. لكن الكل هنا ينتظر مساء هذا اليوم، مساء الرموز، مساء المجسمات، حيث التواصل بالقوة والإثارة والاندفاع الذي يشهده هذا الميدان. إذا نبدأ من خلال هذه اللحظة ونسير في هذه البداية، نسير إلى المقدمة، نبدأ بالصدارة هناك من خلال هذه اللحظة. جزيل حمد بن علي بن سالم الدعي الذي يعلم وجوده على المركز الأول، بينما المركز الثاني، نعود مع المركز الثاني نتابع وجود حواد سعيد بن علي العويسي الذي يطلق العنان للمركز الثاني. انتقل للمركز الثالث في هذا الاندفاع وأبدأ مع المركز الثالث، ضاري مسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع هنا على رابع المراكز، عودة مباشرة إلى تحديات رعد علي بن سعيد بن سالم الزرعي. والمركز الخامس، من يحمل المركز الخامس هو حبشان يابر بن راشد بن يابر بن مسعود الذي يعلن تواجده على المركز الخامس، بينما المركز السادس، نواصل أيضا اندفاعات هذه اللحظة وهذا المسار. أعود إلى المقدمة، أعود إلى بداية هذه اللحظة، بداية هذه الإثارة وهذا المسار. ما شاء الله وتبارك الله، من خلال هذه اللحظات الأولى التي تبدأ في هذا الاندفاع وفي هذا المسار. هنا جزيل حمد بن علي بن سالم الدعي الذي يأتي على المركز الأول والبداية الأولى، بينما المركز الثاني حوادث سعيد بن علي العويس. سلامي على ضاري مسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي على المركز الثالث. هذه المراكز الثلاثة الأولى التي تبدأ هنا من خلال هذا المسار، من خلال هذه البداية. هنا في هذا الاندفاع أتابع المقدمة، أتابع الصدارة، أتابع انطلاقة هذا الشوط كما تبدأ من البداية. لا زالت المقدمة في هذه اللحظة هي وضاري مسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي على المركز الأول. المركز الثاني يعود في المركز الثاني حوادث سعيد بن علي العويسي على المركز الثاني، والمركز الثالث يطير هناك جزيل حمد بن علي بن سالم الدعي على المركز الثالث. هذه الأسماء الثلاثة الأولى التي تقود صدارة هذا الشوط، والعين هنا قادمة مع الاثنين كيلو الباقية من ختام هذه الخمسة كيلومترات التي تشهد هذا التنافس. يا سلام، ثلاثة كيلومترات خطفنا منهن في هذه اللحظات، وباقي اثنين كيلومتر والصدارة لا يزال على المركز الأول والبداية الأولى. هو المنطلق ضاري مسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي على المقدمة. المركز الثاني ما شاء الله حوادث سعيد بن علي العويسي على المركز الثاني في هذا المسار، والمركز الثالث لا يزال على المركز الثالث مكلف خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي. يا سلام، بدأ يكلف نفسه أيضا بمسار وانطلاقة وتحديات ومسار. شوف شوف هذا المنظر وهذه اللحظات التي تحمل هذه المقدمة التي تبدأ في هذه الانطلاقة. الله 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 الله، تشكيل ما شاء الله، تشكيل في مسار هذا الشوط من خلال هذه الانطلاقة المميزة التي يشهدها هذا الميدان. يا سلام، أعود إلى المقدمة وأبدأ بصدارة الشوط في هذه اللحظة. الصدارة هناك يقودها صاحب المركز الأول وهو ضاري، ضاري مسعود. يا سلام، مع هذه البداية، مع هذه اللحظات، ضاري مسعود بن سعيد بن ناصر الزرع الذي يقود هذه المقدمة وهذه البداية. المركز الثاني حوادث سعيد بن علي العويسي
مع المركز الثاني والمركز الثالث ايضا يتواجد مكلف خليفه بن عبد الله بن ثاني. النعيمي اللي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع عوده الى شاهين مبارك بن علي بن محمد. المزروعي اللي على المركز الرابع والمركز الخامس من يعلن ايضا تواجده في هذه اللحظات هو صوغان محمد بن ثاني بن قطامي السويدي. يا سلام هذه الخماسيه، هنا دخلنا الكيلومتر الاخير خط النهايه الذي ينتظر هذه البدايه، هذه التحديات، هذه الاثاره التي تعلن هذا الانطلاق. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هنا البدايه ومكلف خليفه بن عبد الله النعيمي على المركز الاول، بينما المركز الثاني في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات ما شاء الله على المركز الثاني من خلال هذا المسار. أتابع هذه البداية، أتابع هذه اللحظات التي نرى من خلالها التقدم اللي بدأ على المقدمة مخلص خلفان بن علي بن سالم الشامسي اللي بدأ ينتقل للمركز الأول في هذه الانطلاقة، بينما المركز الثاني تدخلات تدخلات على المراكز. نشوف هناك ظهر في المركز الثاني رداد محمد بن هلال بن طماطم العفاري، والمركز الثالث يا سلام يا سلام يا سلام هو واضح الفيل حمد حمدون بن حمود الوهيبي، والمركز الرابع المركز الرابع يا سلام صوغان محمد بن ثاني بن قطامي السويدي. يلا يا ابو ثاني يلا يا ابو ثاني، اشوف هنا المقدمه والصداره، منافسه ثنائيه ثنائيه من غير رداد محمد بن هلال بن طماطم العفاري، رد على المقدمه ورد ايضا على الصداره ورد على المنافسه في هذا الشوط. يا سلام شوف شوف اللحظه الاخيره التنافس الاخير، رداد على المقدمه والبدايه والمركز الثاني، لا يزال مخلص خلفان بن علي بن سالم الشامسي. رداد 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 على المقدمة، رداد رداد في وصوله إلى خط النهاية. تهانينا والناموس المركز الثاني، وصول هنا في المركز الثاني مخلص خلفان بن علي بن سالم الشامسي. المركز الثالث هناك هايم لحمد بن يمع بن دري المنصوري، والمركز الرابع وصول صوغان محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، والمركز الخامس هو الفيل حمد بن حمدون بن حمود الوهيبي. هذه المراكز الأولى التي تبدأ بها هذه الانطلاقة ويبدأ بهذا المسار وتبدأ بهذه التحديات ما شاء الله وتبارك الله. إذن هنا 7 دقائق 47 ثانية و7 من الأجزاء من الثانية توقيت رداد. تهانينا محمد بن هلال بن طماطم العفاري في هذه الانطلاقة المؤكدة لهذا المسار، بينما المركز الثاني يا سلام 7 دقائق 47 ثمانية من الأجزاء من الثانية أيضا. تهانينا والناموس لمخلص خلفان بن علي بن سالم الشامسي، والمركز الثالث كانت الإثارة حاضرة بوجود أيضا هايم يمع بن محمد بن دري المنصوري اللي وصل في المركز الثالث. كانت هناك الإثارة في 7 دقائق 48 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات ينطلق الشوط الرابع، والشوط الرابع مخصص للقاية الجعادين المهجنات الأصايل انطلاقا